كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم حتبلش المضاربة بيني وبين رولا. والله صار لها يومين المضاربة مبلشة. من هذا اليوم بصراحة خايف من هذا اليوم لأنه رولا عنيدة. لا ماني عنيدة. عنيدة؟ لا ماني عنيدة، بس دوما البنت بحسها بتعرف بالديكور أكثر من الشاب. مشكلتنا إنه أنا وياها مهندسين عمارة، فدائما في هيك تضارب. والله على كل تفصيلة هالفترة عم نتخانق. المرة الماضية وقت أنا عملت غرفة القعدة أنت ما كنت عم تتدخل كثير. هلا بدي أتدخل. هلا عم يتدخل بقوة بألوان الدهان، شيء بالصفاية، كله ما عم يعجبه. وبالأخير كلام الرئيسة رولا حيمشي، يعني شو بدنا نسوي؟ فأنت يعني معناتها وفر على حالك. أنا عم بحط ملح بس على المشتريات. وفر التعب والمجادلة على حالك. لا مو في شغلات سيارتك فيهم. ايه صح، في كم شغله بالدهان اقتنعت معه وسيارته، قلت له اوكي معك حق. والله كتر خيرك يا رولا، يعني بصراحه خجلتيني قلتك بفهمش تواضعي. المهم يا جماعه، اليوم طالعين نشوف مفروشات للبيت. هذا المشوار صار عملناه كذا مره قبل ما نستلم المفتاح، بس ما كنا عم نتفرج بشكل جدي، يعني لانه هلا اخذنا المقاسات بعد ما استلمنا البيت. صار عندنا رؤيه واضحه اكثر، صرنا بنعرف شو بيسع شو ما بيسع. فهلا حننزل بشكل جدي وحناخذكم معنا. انتم حتختاروا بشكل جدي وحتوقفوا مع مي. اليوم في تشك تشك. الله يستر. احمي حالك من شيء انزلاط هلا. بدي اعمل حادث. حتى اختاروا مين اللي عم يختار شغلات احلى، لانه الصوفايات وطاولة السفرة كل واحد عنده رأي شكل. هلا انتوا اللي رح تختاروا رح نحاول نسمع لكم. حيوقفوا معك؟ حيوقفوا معي؟ لا والله ممكن يعجبهم رزوقك، ما دخل. خليكم حياديين يا جماعة. خلينا نشوف. قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتابعوني على سناب شات. شوفوا اليوم لابسة اصفر مثل الوان سناب شات. فانزلوا تابعوني هنيك. انا فيسبوك. انت فيسبوك؟ بدنا احمر يوتيوب، هو اليوتيوب المفضل عندي طبعا. ويلا خلونا نبلش. شو هالاناقه يا رولا؟ شو هالاناقه؟ اللون الاصفر لا بقول لك طاغي، الاصفر طاغي. هي الوان الصيف مدمر. بتفرح. اي والله عن جد. شوفوا لما الخضار وراك هيك. هي ازياء كوريه لو سمحت. ها انت صرت كوريه؟ صرت كوريه. صايره عم تحبي الكوريين انت ترى؟ والله بحب الازياء الكوريه لانه هيك بتجي الوانها هاديه ومريحه كثير يعني. لا والله حلو. لا بقول لك القالب غالب اصلا. انا فرحت والله لما نزلته على الانستغرام، كل الناس قالوا لي كثير حلو هذا اللون الاصفر، مع انه انا بالعاده ما بلبس اصفر. حسام صح؟ هي اول مره؟ قليل ما بحبه كثير. خلص اعتمدي. اعتمدي صيري إشارة مرور. جايين على المحل الأصفر كمان. هلا جينا هون على المحل، هاد فيه دهانات. شوفوا الألوان الحلوة هاي، والله ما بتحسوا حالكم بالعبء. وين واقفة أنت رولا؟ حاسة حالي محل مكياج. واقفة هون على الألوان. شوفوا هالألوان اللي بتختارها، مثل الأبيض، والله مثل الأبيض. ما أحلى لون المنت هيك. شوفوا لي هيك، اختاري لون يبين رولا. بين صراحه من امبارح عم نتخانق، الوان بده الوان جريئه وصارخه ومدري شو. بدها كل شيء ابيض. بحب الالوان الهاديه التايمليس. حسام ما بتبطل موطه يعني. اه بتملي يعني. لانه هدول بتمل منهم. تخيل مثلا تعبي هيك لون ما بقول اخضر. لا تقوليني شيء ما قلته. بس هيك شيء موكا هيك غامق يبين، يعني عرفتوا يبين الفرق. الموكا الغامق اوريدي هلا موجود بالبيت وعم انا عاجبني. حكينا صح والله عجبه، هو ما بده يدهنه. شو رايكم يا جماعه؟ ساعدونا. انا حابب احط لون غامق بغرفه القعده او غرف النوم، حيط واحد يعني. اختار انت اللون اللي عاجبك وانا بختار اللون اللي عاجبني وهن بيصوتوا. طيب لغرفه الجلوس. اوكي. هاي انا حبيتها من هذيك المره وقت جينا نشوف الالوان. انا هاي حبيتها. انا عاجبني شيء يبين. شوفوا شوفوا حسام اختار موكا كثير غامق وانا هذا كثير قريب للابيض. هلا يعني بتلاقوا رولر تعبت خافت. شوفوا الموكا هاد. تصويت سريع. تصويت هاد ولا هاد؟ هاد هاد احلى. شوفوا على فكره بتحسه بيج على فضي يعني. يعني ابيض الا شوي. شو ضل؟ بس يا جماعه حابب اقول شغله، يمكن بالفيديوهات الجاي كثير تشوفونا عم ننزل على السوق ونشتري اغراض ومنجهز البيت ومنرتبه وكل هالقصص هاي يعني اللي لها علاقه بالبيت. شو لقيتي؟ الوان حلوه. فالموضوع انه حياتنا حاليا متمحورة حول البيت، يعني لازم نجهزه لحتى ننتقل ونستقر وكذا. ما عم لحق اطبخ او حتى نفطر هيك، عم ناكل اي شيء على السريع. بس عم نطلع من الصبح للمساء تسوق وتظبيط البيت ودهان والف قصه يعني. حرفيا هلا حياتنا متمحورة عن البيت، فاجباري حنصور كل القصص اللي لها علاقة في البيت. هو ما اليوتيوب بيعكس حياتنا، يعني ايش عم بصير بحياتنا. عم صور لكم يومياتنا. ان شاء الله بس يجهز البيت وهيك في شغلات وقصص كثير كثير حلوة. لأنه اللي بعده لسه جاي أحلى. فتحملونا هالكم فيديو. هلا الخناقة رقم 2 على دهان غرفة البنات يا جماعة. أنا حابب هدول الألوان اللون الريشي. هلا بقول لكم ليش حابب هدول اللونين. شوفوا أنا حابب هيك ألوان المشمشي أو الزهر اللي رايح على برتقالي شوي. أوكي ألوانك حلوين بعترف، بس بالسيف سايد رولا. يعني هدول الألوان كثير هيك سيف.
بس شوفوا هدول الالوان الجميله. سامعتها وجهه نظر. اوكي بتعرفي ليش اخترت هدول؟ ليش؟ لانه ميلا بتحب إلسا. هدول الوان إلسا. هلا هدول خيره لميلا يمكن تختار هذا، بس بتعرف شو؟ بعد سنه بجوز بطلت تحبه للازرق، بس هذا ما بتمل منه. البنات كلهم ما بيملوا. المهم يا جماعه هلا التصويت الثاني اللي حتصوتوا عليه غرفه البنات، هاي الالوان المشمشي والزهري ولا الوان إلسا عولة حسام؟ ولا انت قديش بتحبي الطبيعه؟ من لون لبسك، من لون لبسك مبين. حسام انا بعشق الخشبي، اي شيء خشبي بيلفت نظري. لا لازم تغيري خلص عن الخشبي. شوفوا هاي يا جماعه جزع شجره حقيقي. بدك تحط لي جزع شجره بغرفه القعده. جزع الشجره بيعطي شعور بالحياه. بدها تحط هاي مو مثل باقي المواد طاولة بالنص. يعني بالله العظيم شوف مندمج هيك اسود مع هاي بيطلعوا كثير حلو. هلا موضه انه الدمج يعني الدمج اسود مع او ماي جاد او ماي جاد. انا مستعد لهالمره عرفتوا، مو مثل المرات السابقه عم بناقشة. هالمرة قال ما بده خشبي ابدا ابدا بالبيت، لنشوف اذا ما حنحط خشبي. ما بدي اتركك على راحتك بالشغل، هالمرة بدي اتدخل ولا بس لمجرد التدخل قصدك يعني؟ لا يعني بنحاول قدر المستطاع، اذا زبط معنا شيء اقول انه هي لمستي بالبيت زبط، ما زبط يا الله معلش عوض يا الله، الله كريم. جينا على هذا المحل كثير فيه اكسسوارات حلوة واضاءات وهيك كثير ظريف، بس هلا بفوتك على محل ضخم كثير حسام ما بيخلص بيوم واحد. ما شاء هذا هيك تعداي الطريق. دلل سيارتي مو بس دللك. دلل سيارتك؟ قصدك بعد هذاك اليوم وقت اكلنا سمك بالسيارة؟ ايه والله والله اكلنا ايمتى بدك؟ والله لو ميلا هون دوما بتخاف فيها. اكلت لي من يومين سمك بالسيارة امبارح. انت اكلت معي؟ ريحت السمك معي؟ انت ليش عم تقول اكلت لي؟ انت جبتي؟ يلا منيح اكلنا سمك منشان انت تشجعك تجي تغسل السيارة. لا انا عم اعمل هيك على اساس اخذ صورة، انت حكيتي خربتي علي المشهد. ولا شو عامل هلا؟ ليش بتاخذ صورة؟ هذا يوتيوب مو انستغرام. ما شاء الله حسام ما عم بعرفك والله، شوفوا نزل عم بيجيب، عم بيجيب منظفات وقماشة لينظف، ما شاء الله. لو الشباب هيك بالبيت مو بس لسيارتهم، سمعتني؟ ما عم تسمعني طبعا. بالبيت هيك لازم تعمل. بحكي عليه على كيفي هون. إيه؟ حكيت عليك هلا وانت ما عم تسمعني. عم بقول لو بالبيت هيك تقعد تمسح وتنظف مو بس البيت. البيت اختصاصك مو بس سيارتك. سيارة لا وقف وقف وقف، هي صوتك كثير مزعج. بتعرف هالدكتور الاسنان آلة النفخ نفس آلة النفخ تبعه؟ وبتعرف هلا اذا عملت هيك بده يتركب غبرة عليكي؟ لا لا خليني انزل، استنى استنى بدي انزل لك. يا جماعة قررت انزل من السيارة وساعده شوي لحسام، رح جيب لي شي خرقة وبلش مسح معه لأنه الوضع متأزم. يعني كانوا معنا البنات من فترة بالسيارة وعم ناكل فيها وهن عم بيهرهروا، فشوفوا كثير بدها تنظيف. لا جبتها إيدي. وين نحن؟ ما بعرف. احلى محل مفروشات، محل كثير ضخم ما بيخلص بيوم واحد. هو مبين يعني الله يستر. قولي هيك من الاول. هي للحديقه ها؟ كل هاي للحديقه؟ هي للمفروشات الحديقه. حياتي كيوت. بكره في المستقبل حسيتها خارج مطعم هيك حسيتها ما بعرف. هذا مطعم على شاطئ البحر بده. شوفوا قديش حلوه هدول القطع ما شاء الله على الالوان، مع انه كل لون من حدبن وصوبر ولا بس حلوين. لانه الوان هاديه فبتلبق مع بعضها. شوفوا يا جماعه هاد الست انا اغرمت فيه، عم بقول لها لرولا من اول لحظه. لا حسام هاد هو. لو سمحت هذا ذوقي انا مو ذوقك. سرقتها منك. ما بتحب هاي، تعال اورجيك انت شو بتحب. ورجيني ورجيني. ما عم تقول بدك شيء مميز الوان مميزه؟ تعال. وين اختين؟ يلا طيب انت هدول بيناسبوك. ما بتقول بدك الوان. انا هاد ذوقي الله يسامحك. مو ذوقك بس انت عم تقول بدك لون جديد والوان غريبه. شوف هذا برتقالي واخضر. واو بجنن بجنن. كرسي بدور عشان ترتاح. وانت مع الاصفر تبعك كثير صرتوا هيك كومبينيشن رائع. بس هي الالوان البيج والكريم هي انا عشقي، يعني هي انا اللي عم فكر انه اعمل البيت فيها. رولا رولا حلم حياتها تعمل بيتها ابيض وهيك والفرش كريم، الوان كريم هيك خفيف يكون هيك كله ناصع البياض. ما تشوف وين الباب عرفتوا؟ تدخلوا بالحيطان هيك. خلص بجيب لك هذا الكرسي البرتقالي لك. وينه؟
هذا الكرسي الاخضر عشان اقعد عليه عشان احليه اميزه عشان تميز حالك. لا والله بس حلوه هي كثير حلوه. الطاوله قصدك ولا الاكسسوار؟ كله هيك مع بعضه هيك حسيته يعني فيها شيء حلو، في لمسه. على فكره اخر موضه هدول الطاولات الرخام، وين ما بشوف بصفحات الديكور هدول اكثر شيء موضه. اكتبوا لنا قديش بتقيموها من 10 هاي، بما انه انا ورولا اتفقنا عليها فمنها تقييمكم. هاي ضخمه كثير، شوفوا. شو رايك ناخذ هيك قطعه ضخمه؟ كثير ضخمة. بيقولوا بالديكور بدك تجيب قطعة واحدة ثقيلة أحسن ما تجيب قطع كثير صغار وناعمة يعني. هي بتعبي الزاوية كلها. الزاوية لحالها ما في داعي. كان المضاربة رقم 50 اليوم بيني وبين رولا. رولا بدها الكنبايات ببيتنا الجديد هيك منفصلين. شوف. مو بس منفصلين، اللون فاتح. ولا هاج اللون فاتح رولا. هاج. فبدها هيك شكل. انا بدي مثل هداك، شوفوا هاي الديوان الضخمه، هاي 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 شوفوا ال افضل ال حرف ال بتكون هيك ضخمه كبيره كلها حرف ال وضخمه رولا. والله هي حرف ال حلو يعني مثل ما كان عندنا اول. ايه بس تكون شيء اقوى يعني. هذا يمكن ارتب ما بعرف. انتم كتبوا لنا بالتعليقات اكتبوا لنا ال ولا ناخذ هيك منفصل مثل هدول. حتى حسام حابه انا هي القماشه هيك المخمل، لانه هي مسحه لو كانت كاشفه بس مسحها سهل. هي الشغله على المسح بكره ميلا وبيرلا بيعملوا لك اياها خريطه. لا اذا مخمل بمسحها. اوكي هلا لقينا هون في طاولة طعام، شوفوا قديش بيجي مع عينات خشب وهيك، بس للاسف عجبتها لرولا كثير هي، شوفوا كثير حلوه والخشب تبعها ثقيل بكل انواعه تقريبا يعني كله ثقيل كثير درجات. بس للاسف كالعاده كل ما بيعجبك شيء شو بصير؟ قال بدها لسه شهرين ونص اذا بدنا نفصل من هذا اللون، بدهم يفصلوه التفصيل يعني. كل لون بيطول شكل يعني، في الوان بتطول اشهر كثير وفي الوان اقصر في الوان اطول. بس اللي عجبوها لرولا بيطول. حبيت هيك هدول اللونين. عم طلع بتطول حسام، احنا ما حنفرش بثلاث اشهر اسام. اوكي بس سؤال اخير، شو رايكم؟ رولا اختارت هذا اللون الفاتح، انا اخترت هذا الغامق. اكتبوا لنا اي واحد اختار عكسي. انا دائما بحب الغامق وانت دائما بتحبي الكاشف. بس قبل ما تصوتوا على اللون الفاتح والغامق بدي ورجيكم الفاتح على الواقع قد ايه حلوه الطاوله. تعالوا ورجيكم اياها لانه في وحده نفس هذا اللون. شوفوا يا جماعه هدول الكراسي، هدول الكراسي هلا اخر موضه اسمهم تيدي، كثير حلوين. وين ما عم نروح عم نشوف منهم يعني. هاي القماشه مو الموديل، بتجي هيك قماشه مثل التيدي بير مثل الدبدوب حسام، كثير حلوه. ايه بس مشكلتها بتلفي وبتنامي، مشكلتها بس ما بتنظف فمشان هيك متردده. وقال لك كثير حلوين، شوفوا بجيبنا كل الالوان. شوفوا ما احلى هذا اللون اللي اخترته. هي هي نفس الطاوله مع اللون اللي انا اخترته الخشبي الفاتح. ما بعرف ليش هذا اللون على ضوء الشمس عم بيطلع كثير حلو. على ضوء الشمس احلى من هونيك بالعكس، هون مفتوح كثير حلو. واو بتحسوا حالكم هيك قاعدين بفندق بشاليه، انا هيك بحب هاي الاجواء كثير حلوه. اقسم بالله رولا تعبتني ونزلت السوق. اشهد ان لا اله الا الله. عشان لا عم بمزح يا جماعه، والله مبسوطين كثير وعم نعمل دايت. عم نعمل دايت مع هالنزلات لانه عن جد نحفنا من كتر ما عم نمشي. والله بلشنا ننحف من اول يومين، غير شكل الشغل بالبيت والنزله. أيوة. على السواق حركه رولا. احسن شيء واحد بيقولوا للرجيم يكون مشغول شاغل حاله ينتهى عن الاكل. هلا حسام عم انتهينا عن الاكل. لا كنت عم تقول بده يطلب حلويات ومدري ايش، قلت له لا خلص خلينا ناكل يعني. عينت حلويات، طلبنا عينة حلويات وهذا صحي يعني، دجاج مطبوخ مقلي. اقنع نفسك بنفسك. لا والله بس يعني ما طلبنا بطاطا وهيك خلص هيك صحي اكثر. الله يسامحك، والله كنت بدي اطلب المينو كله بس قال لا تذكر. فهلا قعدنا نرتاح شوي وناكل. اهلا وسهلا بميلا وبيلا، شو معي؟ شو جبتي لنا؟ هاي هدية لي؟ هدية وحدة لماما. وحدة لماما؟ ايه عندي شوي، وحدة لك وحدة. اه شكرا. شو المناسبة يا ترى؟ هو كل يوم عندنا فقرة نفتح شو عملت ميلا بالروضة لوحال. اوه هي وحدة لي وحدة، شوفي شو ما تنسانا. والله بدك كراوت اوف لاين. انا لماما اعطيها كبيرة. اوكي؟ يا اعطيني انا الكبيرة. انا الصغيرة. اوه كثير حلوة. اوه شكرا ميلا. اعطينا هديك. خلصت الفقرة. دي ماي؟ كثير حلوة هاي فقرة بعد الروضة، دوما لازم نشوف ميلا شو رسمت. في هدايا وبيرلا كمان حطوا لنا شنطة. كم شمس فكان شكلهم عم بيلعبوا برا بالحديقة حالتهم حال البنات. يا عيني فوق لتحت كمان فورا فورا السريع. شو عملتوا كمان؟ اي بي سي دي. اه عم بيتعلموا الأحرف. غنت اي بي سي دي. بيرلا أنت ايش عملتي؟ اتش دي. شو عملتي؟ سي دي. اي بي سي دي. انا عملت، خليني اعمل اي بي سي دي. شوفي
واهلا وسهلا بينا، شرفتوا بيتكم ومطرحكم. كان لازم قبل ما ياكلوا او يعملوا اي شيء فورا على الحمام، لانه كانوا عم يلعبوا بالرمل. كان الاشكال كثير خطيره وجميله. هلا تحممنا ونضفنا. عم تغني اي بي سي دي، انا عم بقول لها شو عملتي بالوضع الاي بي سي دي؟ عملت اي بي، قولي اي بي سي دي. اي بي سي دي اي اف دي. شو هالشعرات هدول مكوشين بعد الحمام؟ ايه شوفوا هذا حقيقة شعرة لبيرلا، بدي اورجيكم سرها الخطير. شوفوا شعرها كيرلي. شو بدك؟ شو بدك؟ بيرلا بدك غرفتك بينك ولا ازرق؟ ازرق ازرق. شفتي؟ قلت لك اليوم، قلت لك. طيب نعملها غرفتها لميرا اصفر ولا اخضر؟ إلسا. اوه ماي جاد، شكلك بدك تلمك بينك. اه بدك بينك. الله حيو إلسا بيلا. علقت بينك إلسا. هديك عم تقول لها إلسا عم تقول لها بينك. هلا عم يتخانقوا مثلنا، مثل انا وانت. بينك بينك. اوكي خلص بينك. خلاص من هلا بقلكم بيلا بيلا بفريقي، بيرلا بفريقي وميلا بفريقك، كل واحد يعمل غرفته لحاله. اوكي يا جماعه، هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه، استنوا فيديوهات كثير 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 حلوه ان شاء الله بالايام اللي جاي. عم تبعتوا لي انه شاركينا كل التفاصيل، ان شاء الله يا جماعه ما حنقصر، حنشارككم انتوا عائلتنا، حنشارككم كل شيء كل شيء ان شاء الله. وبالنهايه انا متاكد من رولا انه حتطلع النتيجه كثير حلوه، لانه رولا حاطه ايدها بالموضوع ان شاء الله. لا اكيد اكيد حط عليكي هلا سئل هاي فايف. بضغطك جاي وجاي ببوطة. شوفوا شوفوا وين بدك تروحي؟ ببوطة. على فكرة عنا الساعة رح تصير 8 وهيك، شوفوا الشمس. ايه الساعة 8 صارت، نطلع ننام؟ لا لا صار وقت النوم. لوين بدك تلبسي بوطك؟ او ماي جاد ما شاء الله عليها، والله اجل الله شاطرة. صار الوضع بده نومي. اوكي يا جماعة هلا صار لازم اوزعكم، حبكم كثير، باي.